لم يكن وحده هو الذي يدرس العلم، ولكن يوجد أكثر من شيخ في توقيت واحد يدرس العلم الواحد، وعلى الطالب أن يختار من يجلس عنده ليتلقى العلم. إذن هنا أو ما يسمى بنظام الساعات المعتمدة في زماننا، هذا كان مطبقاً في الأزهر الشريف منذ قدم التاريخ. ثم يكون لكل شيخ معيد، والمعيد في المصطلح القديم كما هو في الأزهر الشريف أن يعيد ما قاله الشيخ، يعني بعد أن ينتهي الشيخ من درسه يقوم هو بإعادة ما يقوله الشيخ. يعني أنا العلم في حد ذاته شريف، وأن العلم ينبغي أن يكون الناس أحرص شيء على طلب العلم. كذلك أيضا الأزهر الشريف منذ نشأته أخذت المرأة حقها في التعليم، فكانت تعقد مجالس النساء بجانب مجالس الرجال. وكما كان يدرس في الأزهر الشريف علوم الشريعة، كذلك أيضا كانت تدرس علوم الأدب. فالمتنبي، والمتنبي في ثقافة العرب هو شاعر العربية الأول بلا منازع، كان له مجلس في الأزهر الشريف. وابن الفارض وهو من أساتذة علم التصوف وكبار الشعراء أيضا كان له مجلس في الأزهر الشريف. في الشباب المسيحي مجلس الكنائس العالمي في الأزهر الشريف، وهذه الدعوة من الأزهر الشريف ليست غريبة عنه. سأتحدث في نقاط مركزة أحاول فيها أن أبين دور الأزهر الشريف منذ نشأته، ودور الأزهر الشريف في الوقت الحالي، والمؤسسات التي يضمها الأزهر الشريف الذي هو أكبر مؤسسة إسلامية سنية في العالم بأسره. من حيث النشأة والمنهج في الأزهر الشريف، في عام 972 ميلادية